يقول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. انظر أخي وإخواني الأنصار إلى هذه الآية الكريمة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قارنا تبليغ الرسالة والخوف أيضا، لأن الذين يبلغون الرسالات سيبتلون من الظلمة ومن المنافقين ومن الكفرة ومن المخذلين ومن غيرهم، وربما يتعرضون إلى السجون وإلى القتل وإلى غيرها، ولكن ويخشونه أي يخشون الله، ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ومن يحتسب على الله عز وجل فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وانظر إلى قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلذلك الذين يبلغون رسالات الله لا يخشون إلا الله. وإذا قيل لهم أن الناس قد جمعوا لكم يزدادوا إيمان ويزدادوا مواصلة في الدعوة ويحتسبوا على الله ويتوكلوا على الله، فينقلبوا بفضل من الله بالنصر والتمكين المبين. ولذلك بعد آية الذين يبلغون رسالات الله قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقرن الرسالة به، أي أن محمد أرسل، ومحمد كان رجلا من الرجال، ما كان أبا أحد، لكنه بلغ رسالة الله بكل رجولة. يقول الله عز وجل عن المؤمنين الصادقين: لم يسميهم ذكورا وإنما سماهم رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.